الحياتية بجانب جوانب التوعية المختلفة. فكرة المعسكر وفعالياته جاءت انطلاقا من توجيهات سعادة الأستاذ الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة، من أن دور الجامعة لا يقتصر على أسوار الجامعة فقط، بل لابد أن ينطلق خارج أسوار الجامعة للتواصل مع المجتمع بمختلف مؤسساته المختلفة. ولذلك جاءت فكرة الزيارات الميدانية لجميع المؤسسات داخل المجتمع السوهاجي بمبادرة طلابية من نوعها، قادها عدد 125 طالب وطالبة من طلاب كلية التربية الرياضية بجانب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيه، تحت شعار اعرف مؤسساتك. تلك المبادرة التي استطعنا من خلالها تبادل الخبرات مع الكثير من مؤسسات الدولة في المجتمع السوهاجي، والتي فاقت أكثر من 15 مؤسسة: مديرية الصحة، التربية والتعليم، هيئة تنشيط السياحة، وزارة الآثار، هيئة الإسعاف. وكانت تضمنت تلك الزيارات العديد من المجالات التوعوية، والتي تمثلت في التعرف على أهم الخدمات التي تقدمها تلك المؤسسات للجمهور، أهم فئات المجتمع التي تتعامل معها من الخدمات التي تقدمها تلك المؤسسات، وأيضا التعرف على أهم المشكلات والصعوبات التي تواجهها تلك المشكلات للوقوف عليها، وأيضا العمل على توعية الشباب بقيادة جمعيات الكشافة البحرية والجوية والفتيان وجمعيات المرشدات. ثم بعد ذلك تبدأ فعاليات البرنامج الكشفي، والتي تتمثل في الزيارات الميدانية، فعاليات المهارات الكشفية المختلفة، الندوات التوعوية بالنسبة للطلاب، منها الجوانب الحياتية وأيضا جوانب التنمية البشرية والجوانب التكنولوجية. ثم بعد ذلك يبدأ الطلاب في تناول وجبة الغذاء في تمام الساعة الثانية ظهرا، ثم بعد ذلك يأخذ فترة من الراحة لتبدأ فعاليات الندوات التثقيفية، يعقب ذلك تناول وجبة العشاء، ثم حفلة السمر الكشفي، ثم توجه الطلاب إلى النوم. تلك الملحمة استمرت على مدار أسبوع متكامل، والحمد لله الطلاب بتوعنا استفادوا استفادة كاملة من تلك الزيارات، وقمنا أيضا بإعداد ملخص متكامل لتلك الزيارات والمجالات الكشفية المختلفة، والتي نتشرف بعرضها على سعادتكم. أساتذة الكرام، لا أستطيع أن أطيل عليكم، ولكن لست أدعو سوى الرحمن يحفظكم. يا من سكن الفؤاد إخوانا، طبتم وطابت بكم الود صحبتكم، حتى جزيتم من الرحمن رضوانا. أدعو الإله لكم دوما أن يرزقكم يقينا وصحة ويوم العرض غفرانا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علما وصداقيا لأنشطة المعسكر. كنت جاي متخوف كتير من
المشاكل الخاصة بالخجل في عند الشاب أو الشابة السعودية، لكن اتضح إن وأنا درست في جامعات كتيرة في اسكندرية وفي القاهرة، اتضح إن الشاب أو الشابة السعودية على أعلى مستوى من الجراءة وعلى أعلى مستوى من الشخصية القوية. إحنا كإعلاميين نعرف يعني إيه إنك تواجه الكاميرا لأول مرة، ودرجة الخوف من مواجهة الكاميرا لأول مرة دي لو تجاوزتها في الدورة التدريبية بعد أسبوع أو اتنين تبقى تخطيت مرحلة كبيرة جدا، لكن إحنا في خلال يومين اتضح إن كل الطلبة اللي كانوا موجودين معايا أو الدارسين تجاوزوا مرحلة الخوف من الكاميرا، وأكنهم بيتعاملوا أو بيتعاملوا في المجال الإعلامي من سنوات طويلة. أنا عايز أقول كنت جاي متخوف من حاجات كتيرة، منها الصورة الذهنية، وأنا أول مرة أجي صحاب، الصورة الذهنية عن الصعيد مختلفة تماما عن الواقع اللي أنا عشته هنا. بعد ما قعدت يومين واستمتعت هنا ونزلت الشارع وشفت، لا الصورة دي لازم تتغير في وجه بحري تماما، وده لازم يبقى هو دور المجموعة اللي حضرت الدورة، وزي ما أنا اتكلمت معهم لازم يوزعوا نفسهم في كل أرجاء المحافظة، كله في مكانه أو مدينته أو قريته، ويبرز الصورة الإيجابية أو الصورة الحقيقية، ويعملوا جروب إعلامي متخصص صادق، تكون المعلومة فيه صادقة من مصدرها، موثقة بالصورة، موثقة بالمعلومات. أنا الحمد لله في خلال يومين قدرت إن أنا أعمل أو أنجح في توصيل رسالتي للمجموعة اللي كانت معايا. الكلام دون في أماكن أخرى بياخد أوقات كتيرة جدا، أنا حابب بس تشوفوا التقرير النهائي للدورة اللي اتعملت دي، ما بيعملهاش إلا فريق محترف. عشان التقرير اللي حضراتكم هتشوفوه دوت يتعمل لازم تكون قنوات فضائية متخصصة، القناة فيها معد ومراسل ومدير إنتاج ومدير تصوير ومساعد إنتاج، أكتر من 10-12 في مكان إعلامي بيشتغلوا عشان ينتجوا المنتج اللي حضراتكم هتشوفوه ده، اللي في الآخر أعطاني الثقة وأعطاني الاطمئنان إن الحمد لله رسالتي وصلت، وإن الحمد لله من النهاردة هيكون في نواة قوية جدا. لما جيت اكتب عن امي قلت عنها شيلان، قلت دي بتجري في دمي، قلت ياما حاجات كتير مش جديده. لما جيت اكتب عن امي عجزه قدامي الاصيله، شايله سري كان زمان بيني وبينها حبل سري، اتقطع يوم الولاده واتوصل حبل الوداد. حبي ما تحولش عادة من كلام رب العباد، حبها أصلا عبادة. في التعب كانت بتسأل، جه مؤنث جه مذكر، جه بيضحك جه مكشر، جه على الدنيا بسلامة. وقتها ما كنتش بفكر، كنت ببكي وكانت بتخدم بابتسامة. وقتها ما كنتش بفكر، ده الضنا جه من ضنا. لما جيت اكتب عن امي لقيتني بكتب عننا. لما جيت اكتب عن امي عجزه قدام الحروف، قابل الف زعق وقف قال لي ما تفهم يا ولد، ده انا مشترك في اسم من لا شريك له، وأول اسم الألف وأول أم الألف، ودي مش صدف، ربك بيخلق من العدم، ربك بيخلق من العدم خلق الألم، وهن على وهن شلتني لحد ما بلغتني، ويا ما بدلع عليها ويا ما بتمنى عليها، يا ما حوطتني بجناحها ويا ما دمعت في عينيها. Thank you.
لتغسير